طيب يوم مستقبل حماس مطروح وجود في القطاع، يعني حتى من الطروحات الأمريكية قيل أنه إبعاد قيادات حماس من غزة إلى تركيا إلى قطر، ربما حتى إلى لبنان. اليوم حماس فرضت نفسها هي قوة أساسية بغزة، وبالتالي بكرة أي تسوية أو حوار ستفرض أيضا هي تفرض نفسها، وبالوقت يبدو أنه في ميول اتجاه اعتبار السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد. هذا شفناه ببيانات القمة العربية وغيرها، وحتى بالمواقف الدولية باعتبار أنه نحن عندنا سلطة شرعية بنتعامل معها. يا زميلتي العزيزة، أولا لنتحدث عن السلطة دون مناقشة مواقف السلطة التي في رأيي ليست في مستوى ما يجري، مع كل احترامي وتقديري لأصدقاء كثيرين من حركة فتح ومن القيادة، لكن هذا الواقع أنا يعني لا أتملق أحدا ولا أساير أحدا، قناعتي المتواضعة في السياسة أقولها كما هي. لكن كيف تصرفوا مع السلطة؟ ماذا يعني الدخول إلى الخليل وجنين طول كرم ورام الله واجتياح مناطق السلطة الفلسطينية يوميا في عدد كبير من المناطق والاعتقالات أرقام مخيفة، قتل الناس، اعتقال النساء، اعتقال الشباب، ضرب الأطفال، استباحة كاملة وتصريحات علنية. لا شيء اسمه ضفة، هذه أرض يجب أن يخصص لها الآن أموال استثنائية لمضاعفة نسبة الاستيطان. أموال السلطة تصادر، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة كلها تقول لا وجود للسلطة في أي حل مستقبلي لغزة، ولا نقبل بهذه السلطة. السلطة بالنسبة لهم غير موجودة. بأحلى الحالات بيعتبروا السلطة بقاياها موجودة لكن هي غير موثوقة. إذن مع من تريدون الحل؟ لا سلطة ولا فصائل فلسطينية ولا حماس ولا جهاد. من هنا إصرار الشعب الفلسطيني بقناعة تامة بغالبية على مدى عقود من الزمن والتجارب أن المستهدف هو كل فلسطين، كل الشعب الفلسطيني، ليس هذا الفصيل أو ذاك ليؤخذ الجميع بالمفرق. طب أبو عمار أهم زعيم في تاريخ الشعب الفلسطيني حاز على أعلى نسبة من الشرعية والصفة التمثيلية والرمزية الاستثنائية في تاريخ الشعب الفلسطيني، ذهب أبو عمار ووقع اتفاق أوسلو وقامت القيام. يا أبو عمار تخلى، أبو عمار خان إلى آخره، دخل إلى فلسطين وأدخل معه العسكر وجيوش وإلى آخره ولعب وأصر على الاستمرار في هذه السياسة. قتلوا رابين أولا الإسرائيلي لأنه وقع هذا الاتفاق على أوسلو، ثم قتلوا أبو عمار. طيب لا أبو عمار شريك بالسلام ولا أبو مازن بغض النظر عن مواقف السلطة الحالية التي أشرت إليها شريك في السلام، ولا حماس ولا الجهاد ولا الشعبية ولا الديمقراطية، كل قادتهم إما شهداء إما في السجون. إذا من تريدون؟ طيب بس لا يريدون كمان وحدة الصف الفلسطيني ناقصة وهي نقطة ضعف أيضا. هذا صحيح ولكن هذا يجب أن ننتبه له، وأنا في كل كتاباتي بند أساسي الحد الأدنى من التفاهم الوطني على برنامج صحيح. سياسي وطني لا نقاش في ذلك، لكن هذا لا يبرر لإسرائيل طبيعة الحال أن ولكن الفلسطينيين كمان عليهم مسؤولية بهذا الموضوع. صحيح وأن تلغي الشعب الفلسطيني وأن تمارس الإرهاب على كل أبناء الشعب الفلسطيني وأن تذهب إلى اقتلاع كل أبناء الشعب الفلسطيني وأن فلسطين غير موجودة. آخر مثال منذ مدة ولم يعلق أحد على هذا الكلام، في مقاربة مسألة التطبيع ماذا قال نتنياهو؟ لذلك قلت هذه آخر ورقة وأهم ورقة، وهي في الأساس الورقة الأهم بالمبادرة العربية التي أقرت في بيروت بال2002. صح، حل الدولة، إجماع عربي أنه إذا انسحبت إسرائيل إلى حدود 67 مقابل السلام الدولة الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين نذهب إلى علاقات طبيعية مع إسرائيل، الأرض مقابل بالإجماع. السلام صحيح بالإجماع. طيب البعض ذهب إلى أبعد من علاقات طبيعية إلى فتح كل الأبواب في حيث هو موجود أمام إسرائيل متجاوزا كل الحدود، أحيانا شريكا وأحيانا صامتا أمام ما يجري في غزة.
دون أي ثمن. بقيت الآن المملكة قلنا عسى أن يبقى عليها. هذا الموقف ثابتا وأن يثبت معه حق الفلسطيني في أرضه. لكن الآن هم لا يريدون أي حل، وعلى الأرض ليس ثمة شيء موجود، والسلطة غير موجودة. هذا فيما يخص السلطة حماس. طيب. لأنه يعني اليوم رفعوا بداية الحرب القضاء على حماس، بدأوا بالأساس وأيدتهم أمريكا إلغاء حماس، قضاء على تنظيم حماس، القضاء على حماس، التخلص من قيادة حماس. طب ماذا حققوا؟ تخلصوا من 100,000 بين شهيد وجريح ومعوق من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن المستشفيات ومن المدارس ومن المؤسسات الدولية ومن الأبنية السكنية وما شابه. لكن ماذا على مستوى حماس؟ سموا لنا رمزا من رموز حماس. حماس تنفذ عملية، تصور كان الاغتيال اللي صار بلبنان، لبنان أنا أتحدث معركة في الداخل، والجيش يعتبر أنه احتل وأنه صحيح. نظف وأنه حرر بين هلالين قطاع يعني غزة، المنطقة الشمالية من القطاع. طب سموا لنا رمزا من رموز حماس. حماس تنفذ عملية، تصورها، توثقها، تظهرها، تبثها. بهذا المعنى الإعلام لعب دور استثنائي في كشف هذه الكذبة الكبيرة التي اسمها إسرائيل. طب الأنفاق ماذا فعلت؟ قادة حماس الأساسيين ماذا فعلت؟ لا نكرر، حماس لا تزال قادرة على إدارة المعركة. يحاولون بالدبلوماسية القضاء على مسؤولين حماس عبر كيف إبعادهم بالدبلوماسية؟ عبر إبعادهم لحظة. عن القطاع. من قال ذلك؟ هذا الطرح الأمريكي. لا يعني ماذا تريد أمريكا؟ تتبنى الموقف الإسرائيلي؟ مثل ما صار قبل مع خالد مشعل، تتبنى مختلف الظروف. نحن نتحدث عن حرب وعن ميزان قوى. ماذا جرى الآن؟ آخر 24 ساعة، ما هو أهم إعلان صدر على هذا الصعيد؟ أنه اتفاق بوساطة قطرية فرنسية لإدخال الأدوية للمحتجزين ومساعدات غذائية للقطاع. ماذا يعني ذلك؟ كيف تم هذا الأمر؟ من كان يرفض هذه المسألة؟ نتنياهو. صحيح. لماذا قبل؟ لماذا قبل؟ من كان يصر على إدخال المساعدات ولم يقل كلمة بعد في الخطوة التالية؟ حماس. أخذت حماس ما تريد بالمفرق في كل محطة. إسرائيل هي التي تتراجع، إسرائيل هي التي تقطع دون أي مبالغة، وهذا مثل أمامنا. لماذا؟ لأنه مسألة المحتجزين مسألة ضاغطة في الداخل. آخر مظاهرة 300,000، ودخل عليها عدد من القادة والمسؤولين في أوروبا الذين أصابهم العمى بالكامل فيما بالمعنى السياسي بالانحياز لمصلحة إسرائيل. طب وإسرائيل لا تتجاوب مع أحد منهم، لا بإدخال مساعدات، لا بهدنة، لا بوقف إطلاق نار، لا بعدم قتل صحفيين، لا بعدم قتل مدنيين، وإلى ما هنالك وصولا إلى المحكمة الدولية. ماذا جرى في محكمة العدل؟ محكمة العدل بغض النظر عن القرار الذي سيصدر وعن الضغوطات التي تمارس، يكفي هذا المشهد أمامنا وبين الهلال. كان تعليق مميز ولافت واستثنائي ووحيد لوليد بايك عندما أشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية لم تبث صح. شيئا من تغطية محكمة العدل الدولية إلا كلمة المفردين الإسرائيليين. وهذا طبعا من أجل حرية الصحافة ومن أجل حرية التعبير والتفكير يعني والبحث عن الحقيقة. لا يحتملون سماع تلك الكلمات. انحياز الإعلام الغربي كان واضح، وسقوط إعلامي وسقوط أخلاقي وسقوط إنساني بكل ما وقانوني صحيح. بكل ما للكلمة من معنى. لا يحتملون رؤية هذه الوثائق بأصوات وكلمات وتوقيع المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن القنبلة النووية صحيح. وعن الحرق وعن القتل وعن الدفن أحياء وما شابه. حتى أن مذيعا إسرائيليا طرد نسيم تيفوري عضو بالكنيسة لأنه دعا إلى حرق الغزيين. قال له شكرا لأفضالك على إسرائيل، وهذا ما نراه الآن على الشاشة في محكمة العدل الدولية. طيب إذن كيف؟ يعني لا تريدون السلطة ولا تريدون حماس ولا تريدون أي جهة فلسطينية، ماذا تريدون؟ تريدون وضع اليد على كامل الأراضي.